كمان سؤال بسيط. اول شيء ابدا منه سؤال بسيط، ده بده 17 ساعه على الهواء. انا اعطيتك دقيقتين صراحه. تاني انا اكيد هيدي الاسباب بتضلها بقلب البيت وبتضلها بيني وبينه، بس انه هو كان قرار منك ولا من زوجك؟ شو مهم القرار من مين؟ يعني هلا انت عم تجربي تاخذي مني، انا بعرف هالشيء. بكل بساطه ما كنت مبسوطه. هيك قرار واحد بياخده بسرعه او بيتردد؟ لا، بتاخدي وقتك فيه اكيد، وبتعطي فرص كثير تشتغلي عليها، بتعملي كل الهوم ورك اللي لازم تعمليه، لانه الزواج بيتطلب منك انه انت تشتغلي عليه. بتجربي، زبطت زبطت، ما زبطت مرسيه.